زوجة سيمن شاهدت ترد على الانتقادات ورقص العروس في حفلة حناء صديقتها شاهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو معانلين بيوتي اللي قامت بمشاركة تصميم وهي عم ترقص إيطالي من عرس أحد أصدقائها بإيطاليا. نمر إلى سبا شمعة اللي شاركت ستوري على صفحتها بالإنستغرام وهي عم ترقص في حفلة حناء صديقتها، وكانت الحفلة الحناء على الطريقة الإسبانية واعتمدت سبا الزي الإسباني. نمر إلى شهد اللي مازال الجمهور بيحاول يقنعها إنه تغير رأيها بعملية تجميل أنفها، وهذا كان رد شهد. شكرا لأي حدا كتب لي نصيحة بشكل حلو، طبعا أغلبكم كتبوا بشكل حلو يعني ما في حدا انتقد صراحة. وتقول لا تستعجلي، لا أنا بصراحة مو مستعجلة، يعني أنا ما استعجل، صار لي عم بقلكم سنين بفكر بهذا الشيء وبعدين بالأخير أخذ قراري متأكدة منه 100%. ف ما تنصحوني لأنه أنا ما رح أغير رأيي، يعني لأنه أنا هاد القرار اتخذته بعد تفكير عميق. يعني في منكم مفكرين أنا مستعجلة ورح أعمل أنفي، لا تستعجلين بهالقرار وفكري أكتر. أنا أصلا متأخرة، يعني تخيل صار لي من أمتى بدي أعمله، من سنين.